ولد إبراهيم الوسطى عمر الشاعر والمناضل الوطني في مدينة درنة عام 1908، وتلقى فيها شيئا من التعليم النظامي، ثم واصل التعلم بالقراءة والاطلاع الشخصي. وكان أول عهده بالوظيفة الحكومية عمله في دائرة الجمرك بدرنة أول شبابه. أسس الوسطى عمر ناديا أدبيا جمع مثقفي المدينة قبل أن تضطره سياسة الاحتلال الإيطالي إلى مغادرة البلاد إلى المشرق العربي، فألم بمصر والشام والعراق، ثم أقام وعمل بفلسطين والأردن. انضم الوسطى عمر عام 1940 إلى الجيش السنوسي الذي ساهم في المجهود الحربي لتحرير البلاد من إيطاليا مع قوات الحلفاء. وبعد تحقق هذا الهدف انخرط الوسطى عمر في العمل الوطني السياسي، فكان من مؤسسي جمعية عمر المختار بدرنة وتولى رئاستها. وكان شعر الوسطى عمر في تلك المرحلة مرآة للمبادئ الوطنية، مناوئا للوجود الأجنبي في البلاد ولمشاريع تقسيمها، حتى ناله من ذلك غضب الإدارة البريطانية. كما كتب مقالات في بعض الصحف، أهمها صحيفة الوطن التي كانت تصدرها جمعية عمر المختار. وقد رحل في حادثة غارق أليمة في 26 من سبتمبر عام 1950، فلم يشهد استقلال البلاد الذي عمل ورفاقه من أجله. وقد أعد الأستاذ علي مصطفى المصراتي دراسة عن حياته وشعره صدرت في عام 1957، كما جمع معظم الباقي من شعره ونشر في كتاب جاء تحت عنوان ديوان البلبل والوكر، صدر بفضل الأستاذين عبد الباسط الدلال وعبد اللطيف شاهين عام 1967، وصدر ببعض ما دونه سابقا من سيرة حياته ويومياته.